معكم شي وصفات احلام امي، باغا ندير لكم واحد الكرس، كرس بلدي. نبداو على بركة الله. عندي هنا واحد الكيلو ديال الفورص، عندي درت هنا الملحة، ودرت واحد المعلقة ديال الزبدة، وعندي واحد معلقة ديال الخميرة اللي انا درتها في واحد شوية الماء، وزدت عليها شوية سنيدة، وخليتها حتى تفعل ليا شوية. وعندي جوج معالق ديال الماء زهر، وعندي نص كاس ديال السنيدة، ونص كاس ديال الزيت. نخبو هاد الخميره هادي، ونزيدو عليها دوك جوج معالق ديال الماء زهر والزيت وسنيده، ونبدا كنجمع فيها حتى نجمعها مزيان، وغنجمعها طبعا بالماء. بعد ما عجنتها انا غنديرها في هاد السكيره هادي. دابا من بعد ما خمرات لي العجينه، انا شديتها حيدت منها داك الهواء، يعني تخرجته منها. دابا غادي نديرها كريسه صخار. انا درتهم على هذا الشكل هكا، يعني درتهم في الحجم هكا ما كبيرش، واللي بغى يكبرهم طبعا غادي يكبرهم. ودابا غادي ندهنهم بصفرت البيض مع واحد معلقه ديال قهوه سريعه الذوبان، ونخليهم حتى يخمروا وندخلهم للفران. ها هو البنات، بعد ما ساليتو كنتمنى يعجبكم، وفعلا راه كيجي غزال، كيجي رطب 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 يعني وهشيش. كنتمنى تجربوه.